خليني هنا اخد بعد اذن حضراتكم اراء السياسيين حول ما حدث اليوم وما حدث حتى سابقا من لجنة العفو الرئاسي وما قد يحدث لاحقا بإذن الله سبحانه وتعالى إلى آخره. معنا على التليفون سيادة النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل عضو مجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية. أهلا 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 يا سيادة النائب. مساء الجمال معالي النايب الغالي لينا كلنا حبيبي. ربنا يخلي حضرتك يا فندم. ربنا يخليك. الحمد لله بكلامك بص انا بفرح بكلامك جدا وببقى مبسوط وانا بسمعك. ربنا يخليك يا فندم، شرف ليا. ربنا يحفظ حضرتك. ربنا يخليك وبشكرك على المقدمه الجميله اللي سيادتك قلتها دي. لا يا فندم، لا والله ربنا يخليك يا رب، ده يعني واجبي ودي الحقيقه. سياده النائب، يمكن انا حقيقي عايز اشوف رؤيه حضرتك في مساله كثرة مش هسميها نوبات ولكن كثرة موجات العفو الرئاسي. كل مرة بيخرج أعداد جيدة جدا، بل إن إحنا حتى ذهبنا يا سيادة النائب وحضرتك سيد العارفين إلى إنه العفو الرئاسي الذي كان يصدر لمحكومين أو لصالح المحكومين واجبي النفاذ أصبح كمان بيتطرق للمحبوسين احتياطيا، ودي كانت قضية كلنا نتحدث فيها المتفق والمختلف. كيف يرى سيادة النائب تيسير مطر هذا الأمر؟ اسمح لي يا يوسف بيه، أنا عايز أبتدي كلامي مع حضرتك بكلمة بسيطة بيقولوها أولاد البلد، بيقولوا إيه؟ ربنا يسعد اللي بيسعد قلوب الناس. الله أكبر. النهاردة مين يقول إيه على خروج الناس، سواء كان احتياطي أو إن كان بينفذ جزء من المدة بتاعته، مين يقول لأ؟ مين يقول إن مفيش فرحة في قلوب الناس وقلوب الأمهات؟ قلوب الزوجات، قلوب الأبناء، مين يقول إن الكلام ده حد يقول عليه حاجة وحشة؟ بالعكس، ده ربنا يسعد اللي بيسعد قلوب الناس مرة تانية، وفرحة كبيرة بتعم على كل الأسر المصرية في إن واحد بس يخرج، مش 30 ومش قبليه 900 ومش قبليه 1000 ومش قبليه، لا ده المصر فعلا زي ما سيادتك قلت بتتكلم بجد. معانا رئيس بيقول وكلنا بنحبه وبننحاز ليه، بننحاز للمواطن حتى للمتهم في اي قضيه، بيقول طالما لجنه العفو قالت ان في ليها وجهه نظر في خروج مجموعه او واحد او اثنين او خمسه او 30 او 900 شفنا المره اللي فاتت، ده شيء عظيم جدا بنشكره عليه لان ده دور الاب تجاه كل المصريين. الاحزاب السياسيه واحنا بتكلم اسمح لي باسم تحالف الاحزاب المصريه، ارجوك طبعا. واحنا كمجموعه احزاب بنمثل حوالي ما يزيد عن 40 حزب، كلنا بنوجه الشكر لسياده الرئيس للجنه العفو، بنقولها بمنتهى الصراحه، ربنا يسعدك زي ما بتسعد قلوب الناس وقلوب اولياء الامور والامهات والابناء والزوجات وكل الناس، حاجه عظيمه جدا بتؤكد فعلا ان مصر بتهتم بحقوق الانسان، وحقوق الانسان لا تختزل عند خروج مواطن من محبسه سواء كان احتياطيا يوسف بيه او بينفذ مجموعه، لا حقوق الانسان بتمثل في كل شيء، حتى في الطريق، حتى في الاكل، حتى في الشرب، حتى في المناخ اللي مصر دعت ليه على مستوى العالم، وشفنا النهارده قاده العالم موجودين، شفنا فرحه في قلوب الناس لصالح المصريين وصالح العالم كله. مصر بتتقدم للريادة، مصر بتبقى ممثلة في كل المحافل، معانا رئيس مصر كل الناس بتنحاز إليه وبتحبه، وأيا كانت الظروف اللي احنا بنعيش فيها لكن كلنا بننتمي لبلدنا وكلنا بنحترم رئيسنا وقائدنا، وبنقول له متشكرين على تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وشكرا للجنة العفو الرئاسي، وشكرا لكل واحد بيبارك وبيهني لخروج أي واحد من محبسه وعودته إلى بيته مرة أخرى. صحيح، أنا بشكرك جدا يا سيادة النائب، كل الشكر ليك، ألف 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 شكر، وإلى أن نلتقي قريبا يا رب إن شاء الله على خير. سيادة النائب تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية ورئيس حزب إرادة